من مباشرة من ساحة الكورت الآن كما تشوف معنا انسحاب الفرق التابعة لجهة خنيفرة نملال لفن تبوريدا. الآن كتشاهدوا معنا أن هاد الفرق غادي ينسحبوا الآن، يعني ما بقاتش ديك المسابقة اللي كنا قلنا لكم غادي تكون بساحة الكورس لمباراة فن تبوريدا. الآن كما تتشاهدوا معنا انسحاب الفرق من ساحة الكورس، يعني كما قلت في المباشر ديال القبيلة على صوت العدالة انه واحد الفريق اللي جا من تمارة باش يشارك حتى هو، الا ان هاد الفرق تابعين لجهة خنيفرة بن ملال، يعني كيرفضوا المشاركة ديالو. هنا كما قلنا لكم قبيله ما كنعرفوش القانون والمعايير ديال المشاركه، الا حنا كنوضعوكم في الصوره وكنوضحوا لكم بالصوره والصوت انسحاب الفرق. يعني هاد الفرسان غادي يرجعوا منين جاوا، يعني هاد المباراه اللي قلنا لكم تلغات مباشره. الان انسحاب الفرسان من ساحة الكورس. صافي اخويا غتمشيو الانسحاب. راكم في السبيت وراكم في المشاهدة وشفتو كلشي شنو واقع، راه ما كاين لا مباراة لا والو، ما دارتش المباراة، ما داروش الإقصائيات، وحنا راه كاين شي حاجة في الإقصائيات ديال الجهة ديال خنيفرة، كنطلبوا من السلطات المحلية يدخلوا لنا في هذا الشيء، راه يقدروا يهزوا دابا واحد الجوج اللي كانوا داك اللي جا من العرب، اللي يقدروا يهزوه ولا يقدروا، المهم المشاكل ما عرفتش واش شي يعني يعطيوه التتويج. يقدروا يعطيوه بهذا الانسحاب. انتم ملي درتوا دابا لحقاش ما كانش في استطاعة، كل 100 كانوا كل واحد كله وقفوا كاملين، وتقدر كنطلبوا من السلطات يدخلوا لنا في هذا الشيء، بغينا المباراة، بغينا الإقصائيات ديالنا اللي داها بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. شكرا لك. فعلا شكرا اخي، الله يوفقكم. اذا كما سمعتوا معنا الصريح احد الفرسان اللي كيقول ممكن انه يعطيو التتويج لذاك السيد اللي جاي من تمارة، يعني كما كنقولوا بحال كرة القدم فورفي. يحسبوا دابا هاد الفرق ديال جهة خنيفرة بن ملال انهم بحال عطاو فورفي، يعني كما قلت لكم كان الجمهور متسوق انه يتفرج، لان هذه مده ديال 3 سنين من جائحه كورونا اننا ما كناش نشوفوا بحال هذه المسابقات والتظاهرات، الا انه الان الفرق اللي قلت لكم جايين من زاويه الشيخ، جايين من ايد سحاق، جايين من يعني عده مناطق من مدينه خنيفرة والنواحي، يعني الجميع كان انه متشوق انه باش يتفرج في هاد المباريات وتعيشوا معنا هاد اللقطات، وخا هي ما دخلتش في نطاق المسابقة. سي عبد العزيز مزال، تحية لك خويا، تحية لك. السي عبد العزيز الناس كت لا شوف الناس كت متسوقة انها باش تكون هاد المباراة هادي. حنا واخا ما فاهمينش في هاد القضية. وري الناس الجمهور، وري الناس المساكن تشوفها انت. زايد اه كتشوف ان الناس باغا تتفرج، متسوقة تتفرج. الناس متسود الصباح وجاية تتفرج. انا كتشوف ان السلطة ما لقاتش حل عبد العزيز. العفو. اه. إذن هنا تنتهي الحكاية، هنا تنتهي القصة، يعني الناس جاو من مناطق بعيدة أنهم باش يواكبوا هذا الحدث، إلا أنه كما كنقولوا بالدارجة ما قسمش الله، يعني الفرسان غادي يرجعوا في حالهم. التبوريدة اللي كنا قلنا لكم غادي تكون يوم السبت وغادي تكون إقصائيات، مات
هذه هادشي هو اللي كاين الاخوان.